بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، نحن الآن مع واجهة القلعة، قلعة المرابطين والمجاهدين التي تقابل الشارع العام في منطقة سوسة. هذا الجزء تم تحويله إلى دار للدعارة والعياذ بالله، وأدعوكم لمصاحبتي، نريد لكم الخير. هم توا تفجعوا كلهم، ها كلهم تفجعوا. ليش تفجعوا؟ احنا نذكرهم بالله، نلقاو نحكي. احنا نريد هذه هديه طيب مني لك، طيب طيب فيه، وهذا نعال عن البرد، هديه مني لك. ينوب علي، بارك الله فيك. طيب عطر مني لك هديه تطيب فيه عشان تتاكدون احنا نوايانا حسنه ولا نريد لكم الا الخير. نعرف ما فهم البنات يتفجعوا، راه يتفجعوا كله، يتفجعوا كله، ما عندهم حتى ذنبهم، حتى يتفجعوا. ما نريد الا كلمه طيبه وننصحهم لوجه الله عز وجل. النصيحه مكاول. خلاص احنا اخطانا. لا لا اخطانا. لا 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 زين يا جماعه، يا جماعه اللي تفعلونه حرام، اللي تفعلونه حرام، ما يجوز. اللي تفعلونه حرام. ما تساوي ربي، ما مسوحين. ربي حسبنا، ربي اللي حسبنا، ما تروح انتوما. احنا نذكركم بالله عز وجل، اللي تفعلونه زنا وحرام. احنا جاي من كلمه طيبه، كلمه طيبه. يود هديه مني لك. خذ هناك بعد نشوف. احنا نذكركم بالله، نذكركم بالله عز وجل. عطها عطها عطها. احنا نبغي لكم الخير، نبغي لكم الخير. اللي تسوون هذه حرام. بس نبغي لكم الخير، الله يهديكم ان شاء الله ويهدي الجميع. كم داريني، كم غرفه، كم دار. الان تخفون وجوهكم، يوم القيامه ماذا تفعلون؟ يوم القيامه ماذا تفعلون؟ والله انصحهم يا اللي يفعلون زنا، زنا حرام. معي على البالي، معنا ربي وخده وعندهم يخدم. الله غفور رحيم، لكن من يستحق؟ اللي تفعلونه حرام، ما يجوز زنا. طيب نعم نعم. كيف؟ من دوله؟ من بلاد؟ من الخليج. من الخليج قطر. اي نعم. هو دوله كي تمشي على الارض تحكم بترول هكا ولا؟ نحن دولة منهوبة، أصحاب شهيد غالية ما لقاوش خدمة. من الرازق؟ سامحني. من الرازق؟ الله تعالى يرزق، الله تعالى هو اللي يرزق. مو معناته، معناته الشعب التونسي كله مضطهد، الشعب التونسي يعني يفعل الحرام؟ نحن كنا في السجون. يعني الشعب التونسي كله يفعل الحرام؟ سامحني، ليه تروح كنت تموت مرة في حياتك؟ الإنسان في أي إنسان في الدنيا يموت مرة في حياتك؟ نحن أموت مرة في حياتي في الدنيا ولا أعذب في نار باقية؟ ما نستطيع أن نصبر على عذاب الله. النار عذاب الله تعالى شديد، لا نصبر على نار الدنيا فكيف بنار الاخره؟ كيفك جيت لهنا؟ ابعث مشروع، ابعث اي حاجه، شو بدك تستنى؟ اي نعم، ما نعم، ما اي في في مستعدين؟ مستعدين لو صار هناك عمل لكم تعملون، عمل حلال تتركون الحرام؟ عايش مستعدين. اللهم احفظ تونس، اللهم احفظ تونس، اللهم اكفيهم بحلالك عن حرامك، اللهم اكفيهم بحلالك عن حرامك، واغنيهم عمن سواك. ابنوا مشروعا لهم بدل هذا دور الدعارة ودور الزنا. نريد مشروعا عمليا لتلك النسوة حتى يعملوا المال ويكتسبوا المال الحلال والعمل الحلال. إني الآن أسمع صيحاتهم وأرى دموعهم، فاتقوا الله عز وجل في هذا الأموال. هذه من أبرك المشاريع، اخدموا إخوانكم في تونس، اتقوا الله عز وجل في هذا المال، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا ويسأل عن ماله سؤالين: من أين اكتسب هذا المال؟ وأين أنفقه؟ اتقوا الله تعالى في هذا المال، ابنوا لهن مشروعا هنا حتى يستغنوا عن الحرام. وكم في هذا الأمر من أجر عظيم ومصلحة عظيمة. أسأل الله تعالى أن يطهر نساء تونس وشباب تونس من الحرام. سجل اسماءكم ان شاء الله، انا بس اعلم.
شاهدونا بالشوامة شاهدونا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحن صوت جينا فيها نحرجنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا 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 أجتهد أنا الآن جيتكم أريد الخير ودعيت لكم وإن شاء الله أسعى لكم أسعى لكم في البحرين إن شاء الله أسعى لكم في الخليج خايفين ما نموتوا باش مش نقابلوا وجه ربي رانا خايفين ما نموتوا نموتوا مع مال عن ربي رانا بيتوا كلنا بالأصاب ولينا نداويهم بالأصاب نخاف كان يجي ربي نموت ونروح على الأشعار شكرا يا ربي يا ربي ما بقيتش كوني خوتي يا ربي ما بقيتش كوني عيني عليا يا ربي ما بقيتش كوني عبيدي